عليكم الطفيلات، شحالكم؟ هيك لباسك بخير؟ ان شاء الله تصبحوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معي على هذا الفيديو، فيديو سريع خفا زربا. والله ما كنت صراحه ليه نعدلو، غير قلت بلا ما نتم نغبر على القناه، جبرتوني الطفيلات ندير واحد الصوان لوجهي سريع، صوان منزلي 100%، اسهل صوان في العالم هو هذا اللي نعدل لكم بريك. ما جبت فيه شي من الزنقه، ذاك الشيء اللي عندي في الدار هو باش اللي نعدل صوان. بلا ما تقولي ما عندي كذا ولا ما عندي كذا، راه كل شيء عنده البديل. تقدي وريك حالا تقومي تعدلي صوان وجهك، راه خلينا لا رزاحه. وشوف حلفت عني ما نجيب شي من الزنقه، ذاك الشيء اللي عندي في الدار اللي ندير به صوان. صراحه والله الا وجهي تعبان، حتى مداري انا عدل صوان وجهي. كنت صراحه واحد المده مداوم عليهم، دائما نعدلهم، ما يتخطى لي اسبوع ما درت صوان، ولكن عقب ذاك تبدل بروغرامي وتخربقت ونزلت لحد الان مخربقه. والله العظيم الا ضرك الا مقاتله حق عندي باش ننظم وقتي، يعني مقاتله واحد الدرجه ما تصوروها. وقتي دائما مخربق، الى تقاد يتقاد نهارين ثلاثه ويرجع كي كان. مهم راني في حرب مع نفسي. المهم تعرفوا عن الصوان، اول شيء نبداو فيه هو التقشير. دائما التقشير يسبق البخار، لانك الا درتي البخار عاد درتي التقشير، الا خرجتي على راسك وتوف ليه تجرحي بشرتك. هذا الغلط سبحان الله دائما نشوفه، ولكن هي الطريقه الصحيحه عن التقشير يسبق الصوان. المهم اللي نعطيكم الخطوات وانتم استعملوا المكونات اللي عندكم في الدار، راه كل شيء عنده البديل. المهم الا الخطوات يعودوا صحيحين. اول خطوه هي التقشير. انا اللي قبضت صوان اصلا، هذا مقشر هو اللي دائما نعدل. انا قبضت صوان طريف من مطيشه وشوي من السنيده. الا ما عدت عندك السنيده قبضي الا ذاك الفتاس اللي كاين في ربيعة السكر، هذاك حتى هو راه سنيده. المهم اللي نقبض هذا القطر المطيشه ولا غنمسو بحالها، كل اللي ندير به قماش لوجهي. على فكره الطفيلات مطيشه راهي مفيده للبشره، كتستعمل حتى كيف واقي الشمس. ما هو واقي الشمس، ولكن كتمتص ديك الاشعه ديال الشمس. اللي نقول لكم كيفاش، مثلا انت مراكسي نهار ظليتي في الغرضات في الدشره، تمشي هوك وتجي هوك وتمشي هوك وتجي هوك، اللي عدتي من رجلي الماء يتنقب، ليه تعود بشرتك امتصت ياسر من الشمس. شليه تعدلي، ليه تجي للدار ليه تقبضي مطيشه اللي توخضي على وجهك كامل، وليه تخليها لا جوج دقائق تحسي عنها نشفت، وغسلي وجهك. مطيشه كتمص هذيك الاشعه ديال الشمس كامله، تمصها بحال انت ما مركزتي للشمس. ولا درتوها في وصفات يعود ازيان، مثلا عصير مطيشه مع دقيق زرع، والله عصير مطيشه مع الرز مطحون، الحمص مطحون اللي كان. ولا ماذاك عدلي لها الطريقه اللي قلت لك، نص مطيشه وخذها على وجهك، تبارك الله راهي ما تخلي التصبغات. المهم انا اللي ندير قماش بهاي الطريقه على وجهي، تم نفرك بحركات دائريه. القماش الطفيلات لابد منه على الاقل مره في الاسبوع، باش ما يتكونوا عندنا دوك القشور في الوجه، وهذوك القشور من لهم اللي يديروا الصدوه. وتشوفي انت وجهك ما يظهر فيه شيء تبحري مواله، هو راك لما قشرتيه. المهم ما نكثر عليكم في الكلام، انا نقشر وجهي نرجع ندير معكم باقي الخطوات. رجعت من بعد ما قشرت وجهي، صراحه عطيته الوقت والخاطر باش قشرت وجهي كامل وغسلته. من بعد التقشير اللي جينا مرحله البخار، هون راني قبضت كسرون درت فيها شوي من الخزامه، واللي هنديرها على النار تغلي، واللي هنلقي لها وجهي ان شاء الله يمتص داك البخار. الخزامه الطفيلات راهي زينه ومهمه، حتى اي وحده مخصصه خطانا الصراحه. الخزامه في الدار زينه في الزغب، زينه في البشره، زينه في الذات، زينه حتى المناطق الحساسه. تبارك الله راكم عارفين عن الخزامه، مطهر وما يخلي الميكروبات اللي يخلي شي. المهمة ديالها هون عنها اللي تطهرنا تعقم وتطهر مسامن الوجه باش ان شاء الله نقلعو منهم الرؤوس السوداء. درك اللي نديرها للنار، ان فوا تبدا تغلي نطفي عليها، ما تخلو الخزامة تغلي قبالة، لان الا غلات قبالة اللي يمشو الفوائد ديالها. ان فوا تعود اللي تشوفي ذاك المعاد اللي يغلي نطفي عليها، ولقي وجهك لهذا الكسرونة، لقي لها وجهك بحال هاك، وديري فوطة فوق راسك باش داك البخار كامل يمتص وجهك. صحيح بقى على هذه الحالة وزقني وجهك كيفاك وكيفاك باش الوجه كامل يمتص هذا البخار، وصافي لي سبقى من 5 دقائق لعشر دقائق وانتي على هذه الحالة على قد استحمالك. وصافي ونرجع معكم باش نعرض لكم الطريقة اللي نحيد بها انا الرؤوس السوداء. الطفيلات عدلت مرحلة البخار، لقيت وجهي للبخار، درت لا 5 دقائق ما قديت نكثر بيا، ما قديت نستحملو. الطفيلات ما تقربوا وجهكم قبالة له، ديروا وجهكم من الفوق مثلا، هي الكسرونه هون، ديروا وجهكم كيف هاك، وهذا البخار اللي مارك بارك عليه، فهمتوني؟ يعني ما تقربوا قبالة باش ما تنحرقوا. انا درت لا 5 دقائق ما قديت نكثر،
هذا كل قديت نستحمل. المهم بعد صافي من بعد مرحلة البخار اللي تجي مرحلة إزالة الرؤوس السوداء، الصراحة كانت عندي هاي لاباراي والله اللي كانت نافعتني الحقيقة، وخسرت لي ما عرفت انا ما كنت قايلة عن خاسرة، كنت شاك عن خاصة للحجار وبدت للحجار والو ما عرفت يا خيسي مالي، والله اللي كانت نافعتني كانت تقلع الرؤوس السوداء تبارك الله ما كانت تخليهم. غير ما هي مشكلة، احنا كل شي عندنا له البديل، كل شي عنده البديل في هذه الحياة اللي نستعمل طريقة سينيال. شنو هي طريقة السينيال؟ اللي نقبض منه شوي اللي هي نديرو بلاصة الأنف وتحت الفم، المهم بلاصة اللي فيهم النقط السوداء اللي بشرتها حساسة ما تعدل هذه القضية ما ديريها قاع وصافي، واللي هي ندير نخليه بحال هاك، واللي هي نجيب فرشات هذه راهي ما قد استعملتها الفم، هذه راهي خاصة بالرؤوس السوداء ما عرف نعدل هاي القضية للرؤوس السوداء حتى راه كتخل تقلعهم راهي ما تخليهم تبارك الله خاصة لا الشيسات عود رطبة فهمتوا. وصافي وليها الرغانة بشوي من الماء كيف هاك، وليها انت منحك بلاصة الرؤوس السوداء بحال هاك لا بشور بلا ما نجرحو بحال هاك، كتنقي بلاصة الرؤوس السوداء وتقلعهم سبحان الله، ولا تمسحي هذا الخريط اللي تشوفي خنافر كيبري بحيلا ما قطعت فيه كاع الرؤوس السوداء ما شاء الله. هاي الطريقة انا ما فنعدلها راهي ما تخسرش على الوجه، ولكن الا كانت بشرتك حساسة انا نقول لك ما ديريها به لي حرمك سينيال. صافي ليه نعدل هاي الطريقة، وتقدو ديروا اي طريقة مناسبتكم، اللي عندك هاي لابارا يكون افضل، الا ما ذاك ديري هاي الطريقة، والا ما بغيتي هاي الطريقة قبضي لا كلينكس الطريقة التقليدية العادية وعصري بلاصة لي بونواغ وصافي. المهم انا اللي هنا نمشي نهار نقلع لي بونواغ ونرجع معكم. طفيلات حيت الرؤوس السوداء وما نقولكم الطفيلات، والله حاسة عن وجهي خفيف خفاف قبالة خفاف ومازلت كاع ما كملت الخطوات كاملة. المهم والله سبحان الله الصوان لا مهم، حتى وحدة كاملة ما دير الصوان لوجهها وخاصة ياسر والله العظيم ما ينصاب عنه، والله ذلك اللي حاسة عن وجهي كان رافد شي من الأوساخ وصافي. ومع ذلك راني مفت كملت الخطوات الثانية. مهم الخطوة الثانية هي اللي هي نقلع صغاب الوجه، انا ما عرفت نقلعو بهذا ولا ماس هذا اللي ينباعو بخمسطاشر درهم، خمسطاشر درهم بكية فيها ثلاثة من هذو ما يخسر شي. الطفيلات اللي يقول لك عنه يزيد الزهب والله يقسيه والله شي ما يعدل شي كاع شي من الزهب اللي كان فيك هو اللي يقوم فيك صافي، يعني ما يقوم دوبل ولا شي. انا نقلع به زهب وجهي كامل حتى الدوفي نقلع، واخا انا ما في الزهب قبالة داك الوبر الخفيف وما كيباني، غير انا سبحان الله قلت لي من نقلعو منين يعود في وجهي نحس ان وجهي مو مسقول، ولا سبحان الله قاعد تقلع الزهب من وجهك يبان فيه تقيسي المرايه يظهر لك عن وجهك مسقل. المهم واخا تعودي ما كفاطنا لذاك لا من تقلعي سبحان الله الزهب تحسي عن وجهك مسقل. المهم طريقة الاستعمال ديال هذا ديري على وجهك جيل الويفيرا تستخدميها بهاي الطريقة من الفوق لتحت كيف هاك كيف هاك، وتقدري تستخدميها على الناشفة. انا سبحان الله ما نقد نديرها على وجهي ناشفة، لابد ندير له زيت والله جيل الويفيرا ولا اي كريم مرطب، يعني لابد لي نيدم وجهي حد نقد نقلع له الزهر. دريك انا نستعمل هذا الزيت جونسون كاع عندي فيه لا شوي، كنستعملو قبالة في القماشات ديال الجلد والماسكات ديال الجلد زوين طفي راسك رطب. المهم اللي هي نستعمل ندير زيت جونسون لوجهي، واللي هي نقلع الزهب، واللي هي نرجع معكم. من بعد ما قلعت الزهب وجهي من بعد إزالة الشاخر اللي هي ندير الماسك، كتجي مرحلة الماسك. هذا الماسك الطفيلات شاركته معكم في القناة ديال كريم الخيار وعري الطفيلات اللي ما عدلته والله اللي فاتها ياسر يرطب الوجه ويقلع قشور الوجه، ذاك اللي يعود بحكم البرد والريح وذا الشي كتكون واحد القشرة في الوجه، هذا الماسك تبارك الله يعطي واحد ترطيب خطير كريم الخيار. فنتمنى عاكم ترجعوا تشوفوه وتجربوه وتردوا عليا. فليه ندير الماسك، ولكن سابق الماسك ليه نغسل وجهي مزيان بالصابونة، ليه نغسلو مزيان مزيان به مزال فيه داك الزيت اللي قلعت به الزهب، ما نخلي الزيت في وجهي ضروري نغسلو بالصابونة لين ينقلع مزيان، ونعود ان شاء الله ندير الماسك اللي هو على شكل كريم. راني درك دايره الماسك في وجهي، ما حد دايره ماسك في وجهي، خويت داك الماء اللي كان هون ودرت من جديد وليه نديرو في الفريكو ان شاء الله. ليه تعرفوا علاه درتو في الفريكو ولا خليكم متبعين الفيديو باش تعرفوا علاه درت هذا الماء في الفريكو. طفي ناس رجعت لكم بعد ما تخطات تقريبا نص ساعه، راني مشيت تم دايره الماسك في وجهي، نصبت العشاء، تزقنت شويه في الدار
حدني جيت قديت الكاميرا اللي نكمل معاكم. صايب طفيلات من بعد ما غسلنا الماسك اللي هي تجي اخر مرحله، واللي هي المرحله اللي تعجبني انا الصراحه، ما نعرف علاه تعجبني هذه المرحله. جبت هذاك الماء اللي كان في الفريغو، راعيه طفيلات الماء راهو بارد بارد قباله، لا بعد انه ما تلج راني بيا قلت لكم تفوت نص ساعه خليته في الثلاجه. دوك اللي نزيد عليه هذا الكلاصون ديال الثلج، هذو راهم الماء العادي عاصره عليه، عاصره فيهم انا الحامض، شفتوا راهي كاع بذور الحامض فيه، عاصره عليه الحامض. واللي نديرو في هذا هذه الكسرونه، الا درت مكعبات الثلج في هذا دريك اللي نغمس وجهي في هذا في هذه الكاسرونه، ندير وجهي كامل اللي نغمسو في هذه الكاسرونه، ومن ثم نزقنا وجهي هاك وهاك باش وجهي كامل تمسو ذي البروده. الغرض من هذا هذه المرحله عنها تسغلق لنا المسام ديال الوجه، تعرف عنا فتحنا المسام في البخار، الغرض منه انه يقفل لنا مسام الوجه. ثانيا الثلج مفيد قبالة 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 للطفيلات للبشره، هذه الطريقه خاصنا نتوما نعدلوها على الاقل مره واحده في الاسبوع، ما على الاقل خاصنا نديروا لا مره واحده في الاسبوع صاي ما نكثروا منها، كي كتجبد الوجه وتحارب التجاعيد وما تخلي مولي التجاعيد يعود في الوجه، وكتحرك الدوره الدمويه وتخلي الوجه فيه واحد الحيويه فيه واحد النشاط، يعني ما هو وجه باهت وحده، الوجه من يعود باهت تحسوه ما ولا لهيه. والله لما بغيتو ديروا هذه القضيه قبضوا فقط مكعب من الثلج كيف هاك واخذوه على وجهكم كامل لين يذوب. صراحه الطفيلات هذه المرحله والله اللي تعجبني قباله، لاني كنحس عن وجهي تجبد منين كنقوم، منين نفوت شي مغمس وجهي هون نقوم نغمس وجهي نوبه نوبتين ثلاثه، لين هذا ما نحس به ما تلا فيه بروده صافي كنحس بوجهي سبحان الله تبدل 180 درجه. والله كتحرك الدورة الدموية وتحسي عن وجهك عاد فيه واحد النشاط وواحد الحيوية. نتمني عنكم تجربوها الطفيلات وتردوا عليا ضريك اللي هنعدلها ونرجع معها. طفيلات كملت هذه المرحلة، زدت شوية من الماء بيا ما قدي صغمس وجهي فيه كامل، زدت الماء باش طلعت لي ديك البرودة. واعر يا طفيلات هذه المرحلة والله إلا خطيرة، نتمني عنكم تجربوها وتردوا عليا. واعر كتحسي بوجهك تبارك الله تجبد وعاد كيف رواقيش. صافي المرحله الاخيره الطفيلات هي الترطيب، انا اللي هرطب وجهي بهذا الخليط اللي دايره مرطب ديال الوجه خاص بيا ديال جونسون، مرطب ديال الوجه اللي موالف نرطب به وجهي، ودايره معاه زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو عارفين تبارك الله فوائد على البشره شنو هي، ما نحتاج انت نودود عليكم في هذا الفيديو. واعر الطفيلات تقبضوا هاي القضيه زوينه، قبضوا اي كريم ترطبوا به وجهكم، زيدوا عليه اي زيت معالج للبشره كيف مثلا زيت اللوز الحلو ولا فيتامين او ولا زيت جليسيرين، فهمتوا كيزيد واحد كيعود هذاك المرطب ديالك معالج، مرطب ومعالج في نفس الوقت. صافي لهن في المرحله اللي هنرطبوا الوجه بطريقه المساج، يعني ترطبي وجهك من تحت للفوق، تحاولي ديري مساج في بلاصه بلاصه التجاعيد، يعني من تحت لفوق من تحت لفوق بحال هكا، وتعطي مولي الخاطر لترطيب وجهك مزيان مزيان، رطبي وجهك مزيان مزيان لين تحسي على وجهك امتص المرطب، وديري دلكي وجهك من تحت لفوق هذوك بلاصه التجاعيد دلكيهم مزيان، لانه الطفيلات قلت الترطيب وقلت المساج راهم كيديروا التجاعيد المبكره، فردوا بالكم من هذه المساله. صافي الطفيلات كان هذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله ما نعود طولت عليكم قبال. ما تنساو ديروا لي لايك وتكتبوا لي اش باغيين في الفيديوهات الجايه. خليت لكم الراحه ومحبس.